طفل انا وياه. طفل حرمه وطفل. طفل مالك؟ هاي صار جدته. صار قصف على مصيف زاخو، ثلاث صواريخ. وصار يعني بنص شو اسمه المصيف نزلت ثلاث صواريخ علينا واحنا كنا قاعدين. زين وصار هواي شوية جرحى وقتله. شنو اللي اصابت؟ اصابت بس اصابة خفيفة. الحمد لله. شنو اللي شفته هناك يعني؟ بس قول لي الصورة شلون كانت؟ ما لحقنا نشوف شيء لأن ثلاث صواريخ نزلت علينا وركبنا الباصات وطلعنا. ما لحقنا نشوف يعني شيء. والجميعهم من يعني من جروب واحد شلون؟ لا هواي شركات يعني بال 200 نفر. يعني بس من شركتنا 200 نفر كنا طالعين. هواي. الدوري